مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد من برنامج استاذ في الطب. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم عن مرض مزمن ومرض موجود ومنتشر وبقاله فتره، بس منتشر الفتره الاخيره، وللاسف المرض ده ملهوش علاج، وهو مرض السكر، بيسموه السم القاتل لان هو في كل بيت، وللاسف كتر تناوله بيؤدي لخطر جامد جدا، وهو مرض السكر. عشان كده موضوع حلقتنا النهارده عن ارتفاع سكر الدم. الاول ارحب بضيفي وضيف حضراتكم دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري البطن والسكر، عضو الجمعيه العربيه للسكر وعضو الجمعيه المصريه لضغط الدم. اهلا بيك يا دكتور سعيد. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل مشاهدي الصحه والجمال في كل مكان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. يعني ايه ارتفاع سكر الدم يا دكتور؟ وللاسف هو السكر مرض منتشر. نعم نعم. وارتفاعه بيسبب خطوره. نعم، حوالي 400 مليون واحد على مستوى العالم مصابين بالسكر، وتعريفه ببساطه جدا هو خلل في التمثيل الغذائي ينتج عنه زياده نسبه السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، لان السكر ده لما بيزيد في الدم المفروض الانسولين يبقى موجود ياخذ هذا السكر الزياده او الجلوكوز الزياده، بياخده مع احترامي كانوا بياخده كده من قفاه ويقول له خش الخليه لامداد الجسم بالطاقه، والزياده بيخش على الكبد والعضلات ويخزن في هيئه جلايكوجين. فبالتالي ارتفاع نسبه السكر، لان السكر ده موجود فينا كلنا، بس لما يرتفع المعدلات اللي هي الطبيعيه اللي عندنا، اللي هي طبعا لو صايم المفروض ما يزيدش عن 126، لو فاطر ما يزيدش عن 140، لو عشوائي ما يزيدش عن 200. يعني لو جالي مريض مثلا وحللت له عشوائي، لان طبعا ده قاتل متسلسل بنكتشفه بالصدفه برضه بعد ما يدمر اعضاء كتير جدا. عشوائي ده يا دكتور اللي هو اللي بيبقى لسه واكل؟ مش شرط، يعني جاي لي من بره كده اهوت وداخل عليا يكشف، بقيس له سكر، شكيت انه عنده سكر من الاعراض من فحوصات، بحلل له سكر مثلا بجهاز المطش او بطل بوديه المعمل تمام ويحلل السكر، لو طلع اكتر من 200 يبقى ده شخص خلاص انه مريض سكر، مش محتاج بقى اقول له صايم وفاطر ونحلل تاني ونتاكد، لا، على الاقل ما يمشي نظام غذائي واقول له كده انت بدا يظهر عندك نسبه سكر، لازم تتوخى الحذر، ونبدا بقى نحلل له صايم اللي هو المفروض ما يبقى زاد عن 126 وفاطر ما يزيدش عن 140 تمام، والهيموجلوبين السكري اللي هو التراكمي ما يزيدش عن 7، وبالتالي بقى بنبدا معاه في النظام الغذائي وهكذا. طب ايه اعراض مرض السكر يا دكتور؟ اشهر طبعا عرض ليه ان هو كثره التبول، مظبوط يا دكتور؟ نعم نعم. حقيقي مريض السكر طبعا حاجه اسمها اوزموتيك دايروسيس، بيعمل حاجه اسمها ادرار للبول اكتر من اللازم، فدايما بيروح الحمام دايما، حتى نلاقي فعلا عشان كده بنقول ده يعني في بعض الاحيان ده يعني قاتل كمان بدم بارد. الاعراض دي ممكن تمر على اي حد، في الشتاء الناس ممكن تروح الحمام كتير، تشرب شاي وقهوه كتير، التهابات حتى البروستاتا، لان مريض البروستاتا وعاده مشهوره في الرجال بيروحوا دايما الحمام بسرعه، فطبعا دي من ضمن اسباب ان السكر فعلا قاتل متسلسل او قاتل بدم بارد. اعراض عاديه خالص بتعدي على اي واحد، زي مثلا حضرتك زي ما ذكرت كثره التبول، وزنه بينقص تمام، كثره الالتهابات، يعني لما يجي لي مثلا مريض في خرارير كتيره، التهابات، التهاب رئوي، التهاب عفيف مش عايز يروح، التهابات متكرره في المسالك البوليه، اكتشف اعمله تحليل سكر دقيق. طبعا تحليل البول بيبين لي فعلا نسبه ان في سكر في الكلى، ولكن ده ما عادش زمان كانوا فعلا بيستعينوا بيه، دلوقتي خلاص لان الكلى بتبدا تنزل البول السكر في البول لما يكون زاد عن 180. فلو لقيت حتى سكر في البول زائد 1 أو 2 لازم اعمل له سكر في الدم. فبالتالي الاعراض ممكن تعدي على اي حد. الميكروب طبعا السكر طبعا بيخلي المناعه تقل بتاع الجسم، فالميكروبات كلها تخش عليه يبقى مرض انتهازي، التهابات المسالك البوليه، التهابات الجلد بتخش عليه، السودوموناس والكليبسيلا والاستاف، كل الميكروبات ديت بتخش على الجسم مجرد السكر ما بيعلى والمناعه بتقل. طب ليه بيجي لنا مرض السكر يا دكتور؟ هل نتيجه الاكل الكتير او السكريات، تناول السكريات بشكل كتير، ولا ده ممكن يجي لاي حد حتى لو ما بياكلش كتير؟ طبعا حضرتك السكر زي ما قلت لحضرتك انه منتشر في جميع انحاء العالم، بيبقى عندنا نوعين من السكر، سكر من النوع الاول وسكر في النوع الثاني. السكر النوع الاول ده ممكن المولود يتولد بسكر، ده بيبقى ناحيه وراثيه، في حاجه اسمها هيمولوكوسيتيك انتيجين، ده حاجات في الوراثه والجينات، هو الطفل ده عرضه، الاطفال اللي بيتولدوا بوزن صغير بيبقى عرضه بعد كده لمرض السكر. ليه؟ لان عندهم حاجه اسمها مال نيوتريشنال، وزن صغير معناته التغذيه ضعيفه، الام تغذيتها ضعيفه، كان في مشاكل في الحمل، مشاكل في الولاده، فبالتالي بيحصل تدمير للخلايا اللي اسمها البيتا سيلز اللي بتطلع الانسولين اللي هو ما يخليش السكر يرتفع عن المعدل الغير طبيعي. حتى لو الام او الاب ما عندهمش سكر يا دكتور؟ ايوه، ممكن السكر يظهر في الاطفال وبيبلغ مرحله الذروه عند البالغين. فبالتالي حتى الطفل اللي بيبقى عرضه للسكر صغير بيجي له بعض الاحيان ضغط الدم، عرضه لامراض القلب، لان دي كلها بتأثر على الشرايين. احنا عندنا مثل مهم جدا بيقول ايه؟ وي ار هيلثي از اور ارتري از، يعني كلنا احنا ما كنا اصحاء كلما الشرايين بتاعتك كانت اصح. الانسان اللي الشرايين بتاعته صحيحه بيبقى صحيح جدا، لان السكر ده بيأثر على الشرايين سواء الكبيره او الصغيره. فيعني دي مقوله مشهوره جدا،
يعني اللي بقى السكر ده هو ممكن يأثر على كل الجسم، على كل عضو في الجسم من اول راس لحد الرجلين. طب ايه مضاعفات مرض السكر يا دكتور؟ طبعا حضرتك هو قاتل متسلسل وقاتل بدم بارد، بيأثر على الاوعيه الدمويه الكبيره والاوعيه الدمويه الصغيره، يعني ما بيسيبش عضو في الجسم الله يأثر عليه. لو اتكلمنا مثلا مع ضعفاته لما بيأثر على الاوعيه اللي هي المايكروفاسكولار كومبليكيشن اللي هو الاوعيه الدمويه الكبيره، بيأثر على القلب، السكتات القلبيه، ودايما بيبقى في عندنا جلطه القلب الصامته بتحصل في مرضى السكر، عشان كده قاتل بدم بارد متسلسل بيخش على المخ. السكته الدماغيه، السكته الدماغيه في مرضى السكر ضعف الناس العاديين، الجلطات والسكتات القلبيه من ضعف مرتين او اربع مرات على الناس العاديين. بيخش على الكلى يعمل فشل كلوي، ده بقى على الشرايين الصغيره، يخش على العين في الشرايين الصغيره يعمل حاجتين في العين، يعمل شبكيه يسبب العمى، ياثر على شبكيه حاجه اسمها روتينوبسي يسبب العمى ويسبب الميه البيضاء. ارتفاع السكر يا دكتور يسبب العمى؟ يؤدي الى العمى. ده لو السكر عالي قوي بيزيد. نعم، ويؤدي الى المياه البيضاء اللي هي مشهوره جدا بنشوفها في معظم الناس، عشان كده دايما بنقول مريض السكر لازم يزور طبيب العيون سنويا او كل 6 اشهر لو عدى المضاعفات، ويزور مريض الكلى طبيب الكلى كل 6 اشهر، ويراجع مع دكتور البطن والسكر كل 6 اشهر، لان طبعا ده قاتل متسلسل وقاتل بدم بارد. ممكن يأثر على الأعضاء، ممكن يكون ماشي يجي له جلطة في القلب. طب فين الأعراض؟ ما حسش بألم، اكتشف إنه عنده سكر. حتى حضرتك في العمليات دايماً جلطة القلب الصامتة بتحصل في العمليات في المريض اللي عنده السكر اللي ما ظبطش السكر بتاعه. بيخش على الرجلين يعمل قدم سكري، يخش على المسالك البولية، كثرة الالتهابات وصديد كتير وبيضطر نعمل له مزرعة وممكن تؤدي إلى فشل كلوي. فإذاً بيأثر على معظم الأعضاء ويبدأ يسحب فيها ويقتل فيها بدم بارد. والانسان ممكن ما يكونش حاسس لانه بيأثر على الاعصاب، بيعمل حاجه اسمها نيوروباثي، بيخلي الاعصاب كلها تموت، الانسان ما بيبقاش حاسس، يبقى ماشي مش حاسس برجليه. في مريض يجي لي يقول لي انا ماشي مش حاسس برجليا. ده اخطر يعني، ده اعلى درجه من انواع السكر. طبعا بيبقى واصل بقى لمرحله بقى مش محافظ على سكره وبياكل ويشرب وكسول حاجات كتيره بقى اللايف ستايل بتاعه. فاذا المضاعفات خطيره جدا على كل عضو في الجسم اذا كان السكر بتاعنا ما ظبطناهوش. السكر مرض عادي، لان السكر ده موجود فينا كلنا، بس المفروض اتعايش معاه وابدا اظبطه واتبع التعليمات بتاع الطبيب والفحص الدوري، سواء طبيب البطنه، سواء طبيب القلب، سواء طبيب الكلى، سواء طبيب الاوعيه الدمويه عشان القدم السكري، طبيب العيون، طبيب الاسنان، مهم جدا. دايما بشوف مرضى السكر يقول لي الاسنان مخلخله، في التهابات في الاسنان مستمره، بكتشف ان السكر مش متظبط عندهم. فلازم بمجرد ما نحس ان الاسنان فيها مشكله لازم يتجه لطبيب السكر ولطبيب الاسنان، وقبلها يبقى ايه مظبط سكره مع دكتور البطن او السكر. طب دكتور برضو اعتقد صعب على المريض مريض السكر ان هو يلتزم بنظام اكل معين مدى حياته، لان انا زي ما قلت ان هو مرض مزمن. نعم، المرض ده مستمر معاه فتره طويله. تمام. يعني لو نفسه ياكل حاجه حلوه او نفسه ياكل حتى حاجات عاديه، هو احنا عندنا المشكله في الثقافه بتاعتنا الممنوع مرغوب للاسف. يعني احنا بشوف كتير مرضى السكر سبحان الله يحبوا الحاجات الممنوعه، تبقى تدخلش في الناحيه النفسيه هنا، ولكن لا احنا نقول مريض السكر ياكل ولكن في اعتدال وتوسط. عندنا بالنسبه للاكل والشرب بتاعه الفاكهه كلها مصرح بيها الا اربعه، البلح والتين والمانجا والعنب والموز، لان لما كنت في سفرياتي بره عندنا الموز المصري معروف واحد، انما بره فيه موز سكري وموز عادي، الموز السكري ممنوع. فاربع انواع من الفاكهه ممنوعين. الحلويات المصنعه السكر الابيض هو الاخطر، يعني حتى الفواكه الطبيعيه كلها كويسه الا ما رحم ربي بقى في الهرمونات والحاجات دي موضوع تاني طبعا، وده برضه ساعد على انتشار الاورام والسكر والضغط طبعا. فيعني بالعكس بنديله نظام غذائي حلو قوي، بنصرح له ياكل نشويات زي مثلا الرز والمكرونه لانه خطر بس بكميات معتدله، الخبز برضه كميه معتدله، يعني بياكل كل حاجه ولكن بكميه بسيطه جدا وباعتدال. حتى لو عايز اكل حاجات ممنوعه مش معنى ان هو بياخد انسولين او بياخد ادويه سكر ان ده تحافظ له على مستوى السكر. لا طبعا لازم طالما الحاجات قلنا ممنوعه يبقى المفروض يبعد عنها مهما ياخد من علاج. ما ينفعش حضرتك يعني ايه، يعني زي ما نقول ايه، في مثل كده بيقولوه في البلد عك وربك يفك، يعك في الاكل ويقول لك لا ما خلاص بقى ان شاء الله هيبقى كويس. ما انا باخد الدواء، فكره ان انا باخد الدواء. كل على قد ما كل براحتك واحرق على قد ما تقدر. طيب خليني انا اكلت كتير بس نظام الحرق عندي مش تمام بحكم العمل، بحكم المرحله السنيه، بحكم ان انا بمارس النشاط الرياضي، بحكم وزني تقيل، فلا يجب الحرص لا علاج للسكر بضم نظام غذائي، والانسان لازم يلتزم فيه. لو ما التزمش بالنظام الغذائي مفيش داعي لعلاج السكر خالص. فمهم جدا الالتزام بالنظام الغذائي، ياكل بس في حاجات معينه ممنوعه نهائيا وفي حاجات مطلوب فيها التوسط والاعتدال. دكتور السكر نوعين، نوع بياخد انسولين. نعم. ونوع بياخد اقراص. تمام حضرتك. طبعا اللي بياخد انسولين اعتقد ده هو اخطر انواع السكر. مظبوط، ده حقيقي طبعا. المضاعفات الاكثر
احنا مش بنقول بياخد انسولين عشان الناس ما تخافش من الانسولين، الانسولين ما زال العلاج الامثل والافضل لعلاج مرض السكري. ليه بقى؟ لان هو بيعالج السكر وبيحمي كمان المضاعفات، في حين الناس اللي بياخدوا اقراص بعض الاحيان بيعدي منهم الوقت، تبص الاقراص دي عملت مضاعفات والسكر بدا يرتفع عندهم مش واخدين بالهم، بدا ياثر على الحاجات اللي قلنا عليها. ولكن الانسولين من النوع الاول خطير. ليه بقى؟ لان حضرتك بيجي للاطفال الصغيرين ما فيش انسولين في جسمهم خالص، فبيضطر يديله انسولين من بره. ما فيش طبعا احسن من الحاجه اللي ربنا وفرها لنا وفي جسمنا، فبنضطر نديله الانسولين من بره. الانسولين من بره برده مش هيبقى زي الناتشورال اللي موجود في جسم الانسان. عندنا انواع كتير من الانسولين، في انسولين طويل مفعول وفي انسولين قصير مفعول وفي انسولين اللي هو متوسط المفعول، والطويل المفعول ده بنديه عاده للناس اللي هم مش منتظمين في الوجبات اللي هو اسمه اللانتوس. ففي انواع كتير من الانسولين. الانسولين ده قنبله موقوته، قنبله موقوته. ازاي؟ لو الانسولين علي في الجسم جامد تمام، ممكن ينزل السكر، وخاصة في الناس اللي بياخدوا انسولين بدون ما ياكلوا، السكر نزل يخش في غيبوبة السكر. لو الانسولين قل في الجسم خالص السكر يعلى، ممكن يدخله في غيبوبة. فهنا اصبح قنبلة موقوتة، يجب ان انا احلل من وقت للتاني للسكر، يجب ان انا اخد الجرعة بتاع الانسولين على حسب التحليل، ما كسلش. ممكن احلل كل يوم، اجيب جهاز وان تاتش نظيف كويس وابدا احلل. شكيت في القرايات اطلع على المعمل، وطبعا قبل اطلع على الطبيب المختص بتاعي واقول له القرايات بتاعتي كذا كذا. فطبعا لازم الانسان اللي بياخد انسولين يحلل من وقت للتاني، وده الامثل وده بيحميه من المضاعفات الخطيره. الانسولين حضرتك اتعرف في سنه 1911 تقريبا، يعني تاريخ طويل للانسولين، ولحد النهارده مفيش علاج فعال لمرض السكر في حاجات ابحاث والخلايا الجذعيه والحاجات دي، ولم يثبت صحتها او لم يثبت فعاليتها لحد الان. هو الانسولين العلاج الوحيد والامثل لحد النهارده لمريض السكري، وخاصه في النوع الاول، وبعض الاحيان بنديله النوع الثاني اللي هو ما نفعش فيه الاقراص، لان النوع الثاني بيبقى عنده الانسولين في جسمه بس ما بيشتغلش لاسباب كتيره طبعا حضرتك. طب دكتور، دخول مريض السكر في غيبوبه قبل ما بيخش غيبوبه بيبقى ليها اعراض في الاول يعني؟ نعم. ولا ممكن يبقى مظبط سكره وفجاه يدخل في غيبوبه؟ نعم، انا هقول لحضرتك، هي غيبوبه انخفاض السكر دي الاخطر وممكن يدخل فجاه فيها، بس بيبقى لها اعراض. الانسان بيعرق، ممكن تعدي على حد، ممكن يعرق مثلا، نفسه يبقى ضعيف وعرق بيبقى بارد، يتشنج، ده نتيجه ان في سكر في المخ. السكر ده بيدي طاقه للجسم، خلي المخ يشتغل والقلب يشتغل والانسان يمشي ويمارس النشاط بتاعه. السكر انخفض، تبص الانسان دخل في غيبوبه، ودي خطيره جدا، وشفت حالات كتيره جدا وللاسف منها حالات ما شخصتش. الغيبوبه اسبابها كتير جدا. لا ثواني يا دكتور، مريض السكر دلوقتي سكره دايما مرتفع. نعم. وارد ان هو يبقى في بيته دلوقتي ويحس بدوخه، يحس يعني بيحس باعراض معينه، يفرق منين اذا كان سكره عالي ولا واطي؟ تمام حضرتك، ارتفاع سكر الدم وانخفاض سكر الدم، انخفاض سكر الدم الحاد خطير على ارتفاعه. طب بفرق ازاي؟ المريض اللي هو سكره مرتفع يعني ده بقى الطبيب المفروض هو اللي بيعرفها، بيبقى تلاقي ريقه ناشف، تشوف لسانه بيبقى ناشف جدا، في جفاف شديد، بنشم ريحه حاجه اسمها الاسيتون، تمام؟ ده بيبقى داخل في حاجه اسمها ايه؟ غيبوبه ارتفاع سكر الدم، ودي غيبوبه طبعا برده خطيره جدا، وبيصابها جفاف شديد، بتلاقي عنده حراره عاليه، التهاب، مغص. افتكر ان انا شفت حالتين في غيبوبه السكر وارتفاع السكر، حالتين من حالات النادره اتكلمت عنها قبل كده. سيده جت وجايه بغيبوبه وحراره عاليه ومغص في البطن، جايه مضاعفات السكر. يا جماعه بتعالج من حاجه؟ لا، بتعالجش من السكر. لا، استقبلها الجراح على اساس ان مغص في بطنها جامد وبتاع وكده اهوت. المهم طبعا الجراح عايز يدخلها عمليه عشان يعمل ازاي ده. ربعتها لنا لان احنا بتاع البطن، احنا اللي بنحدد المريض ده يصلح يدخل عمليه ولا ما يدخلش، يصلح ياخد علاج الفيروس سي ولا ما ياخدوش. هو طبيب البطن اللي بيحدد الحاجات دي كلها، مش اي طبيب تاني، لان احنا بنقرا رسم القلب وبنقرا تحليل الكبد وبنقرا السكر وبنقرا صوره الدم. فبالتالي اتعرض عليا هذه المريضه، طلبت لها التحليل والسكر اوله، لقيت سكرها حضرتك هاي، الجهاز ما قراش سكرها هاي، يعني ايه؟ يعني 700 600. وما حسش طول حياتها ان سكرها عندها قاتل سكر، قاتل صامت، قاتل متسلسل، قاتل بدم بارد. بس بيبقى ليه اعراض يا دكتور زي ما حضرتك ما قلت؟ بالعكس، الاعراض عدت عليها، مثلا جالها التهاب في المسالك البوليه، راحت معديه مثلا مع الصيدليه خدت حاجه، جالها شويه التهاب في الصدر، عدت، صامت رمضان السكر بدا ينزل طبيعي، لان طبعا هو الاكل والشرب هو الاساس في السكر. كثره الاكل والشرب وعدم التزامنا بالنظام الغذائي الصحي هو ده اللي بيعلي السكر، هو بيخلي السكر يظهر بدري حتى في الناس اللي مش عرضه للسكر. فعملنا لها تحليل، اكتشفنا ان السيده ديت عندها غيبوبه السكر وعندها التهاب بروتيني تقريبا عادي خالص، وما كانتش محتاجه عمليه ولا اي حاجه، دخلناها الرعايه على ان هي غيبوبه سكر. جالي برضو شاب صغير 13 سنه برضو جاي بحراره عاليه والتهابات متكرره، والاهليه ودوها عند دكتور حميات وهنا وهنا وهنا، وللاسف ما طلبش تحليل السكر. عندنا في حاجه اسمها روتين انفستيجيشن،
فحوصات لكل الناس المفروض يعملوهم حتى السليم، من ضمنهم السكر، هرمون الغده الدرقيه، حاجه نسبه الترطيب، فيروسات الكبد، كل الفحوصات ديت المفروض روتين بنعملها لمعظم الناس اللي ما عملوهاش قبل كده. عملنا للشاب الصغير ده السكر، طلع عنده السكر حوالي 500 او 600، كان برضه داخل على غيبوبه السكر. واصبح ده لازم طالما الانسان داخل في غيبوبه السكر حضرتك اللي هي غيبوبه ارتفاع سكر الدم لازم ياخد انسولين. معناته ان البنكرياس عنده اتدمر والخلايا البيتا سيلز اتدمرت، مفيش انسولين في الجسم بتاعه، لازم ياخده من بره. يبقى اذا المريض اللي جاب غيبوبه سكر ما يقعدش يقول بقى انا مش هقدر اخد انسولين، لا لازم ياخد انسولين. اصبح مفيش عنده انسولين في جسمه والخلايا البيتا سيلز اتدمرت، فبالتالي لازم ياخد انسولين. لان في ناس بتحاول تقول لا انا الانسولين صعب والشك مره واتنين، اقول لهم لا طالما دخلنا في غيبوبه السكر لازم لازم. دكتور هنطلع فاصل ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل ونرجع لكم على طول، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، بنكمل حلقتنا عن اعراض مرض السكر وعن ارتفاع سكر الدم مع دكتور سعيد جحا اللي منورنا النهارده. قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم على مريض السكر يعرف ازاي اذا كان سكره عالي او منخفض في غيبوبه السكر. تمام حضرتك، احنا اتكلمنا حضرتك عن ارتفاعه، انخفاضه بقى الارتفاع ممكن يجي في غيبوبه تامه، ممكن العيان يفقد وعيه، ممكن يجي بالتهاب بروتوني بحراره عاليه ومغص جامد، وممكن يفقد الوعي تماما. وتعرف طبعا ريحه بقه تبقى ريحه شويه فيها اسيتون، بيبقى فيه جفاف. تمام، دي من ضمن الاعراض ارتفاع. طب انخفاضه بقى، انخفاضه ده تدخل مع حاجات كتير جدا، بتدخل بقى مع اسباب الغيبوبه. يا ما ناس شخصت انخفاض سكر الدم الحاد اللي هو سكر بيصل ل 13 14 عين بيجي لي في غيبوبه وبيشنك، تتشابه مع ايه؟ مع السكته الدماغيه النزيف خاصه، بتتشابه مع الغيبوبه الكبديه في بعض الاحيان. ومريض الكبد، لان الكبد مهم جدا، الكبد هو الجلوكوستات، هو اللي بيظبط السكر بتاع الجسم وهو المخزن بتاع السكر. فبعض الاحيان مريض الكبد بيجي له انخفاض حاد في سكر الدم او ارتفاعه. دايما بنلاحظها في مرضى الكبد، السكر عندهم مش مظبوط خالص، عشان كده دايما مريض الكبد لازم يتابع السكر ولازم ياخد انسولين عاده. فطبعا لو سكره انخفض بيبقى عرقان، تمام، بيتشنج. المفروض الطبيب الصح طالما عيان جالي في غيبوبه ابدا اشوف الروتين على طول. ممكن تكون غيبوبه كلويه، غيبوبه كبديه، غيبوبه السكر، لازم احلل السكر، الاقي السكر 12 13 20 25، الارقام دي تخليش تخش غيبوبه تماما، تعمل تعتيم على الفريق الطبي. يبقى انا ايه اللي يعني ايه تعتيم في فريق الطبي؟ تعتيم في التشخيص. يعني ممكن يغيب عنه. وياما حالات جات لي كتير، انا افتكر جالي واحد معدي 70 سنه وكان سكره منخفض، راح لاحد الاطباء، تمام، يعني ما خدش باله، كشف بسرعه، راح قال له اعمل اشعه مقطعيه. جاء الراجل بعدها بيومين ثلاثه عن طريق بعض الناس، تمام، وصفه له جالي، حللت له السكر وسالتهم سؤال واحد، قلت له الراجل بتعالج من السكر؟ قال له اه. قلت له طب ازاي يعني كشف قبل كده عند كذا دكتور ازاي ما حلل؟ قال لي ولا سالونا ولا جابوا ناحيه السكر، حللت السكر حضرتك طلع 13. المريض قعد 5 ايام في غيبوبه واتلحق بالعافيه، ولحد النهارده حصل له مضاعفات. فاذا مهم جدا ان انا يكون عندي جهاز السكر في البيت او طبعا اكيد في العياده طبعا بتاع الطبيب المفروض، ويحلل الالف ب السكر، نشوف وظائف الكلى، ممكن يكون غيبوبه كلويه، نشوف الكبد تاريخ مرض لفيروس سي لفيروس بي لاي مشاكل في الكبد، نشوف برضو السكر ممكن يعمل جلطات ونزيف. ده لو لقينا ده كله سليم بنبعت يعمل بقى اشعه مقطعيه، مش على طول اروح كاتب اشعه مقطعيه بدون كشف ولا حاجه وابعت ومريض بعد كده توفى. يعني في كذا مريض لحقته، وفي مريض عدى طبعا اتاخر جالي بعدها ب5 ايام وعمال ياخد اشعات عملوا له اشعه مقطعيه وبعد كده رنين، وراجل سنه كبير ما تحملش فوق 70 سنه. احنا عندنا حتى السكر للاسف اللي بيجي في السن الكبير مش زي السن الصغير، اللي بيجي فوق 70 سنه مضاعفاته ضعيفه جدا وما ياثرش على حياته، انما السكر بيجي من 40 مثلا ل 60 او من 40 ل 65 بيبقى اللايف اكسبكتنسي، يعني الراجل ده بيعيش 5 سنين او 10 سنين اقل من الناس اللي ما عندهمش سكر. والطفل برضه لما يجي له سكر ما كانش، او الشاب ما كانش يحرص عليه ويتبع النظام الغذائي والانسولين، بتلاقي المضاعفات تكتر، وبالتالي القاتل المتسلسل ده او القاتل بدا من بره يتمكن منه. بس هو انتشر الفتره الاخيره للشباب اكتر والاطفال دلوقتي يا دكتور، ما كانش زمان منتشر بالنسبه دي دلوقتي. هو حضرتك اسلوب الحياه بتاعنا واسلوب المعيشه، ده زواج الاقارب من ضمن الحاجات، الهرمونات، حضرتك دلوقتي الاكل والشرب بتاعنا بقى عليه اهميه كبيره في كل الامراض. يعني انت شفت كورونا اللي طلع في الصين، بيقول لك الصينيين دول بياكلوا اي حاجه بتتحرك بياكلوها، سبحان الله. في مقوله عندنا وي ار وات وي ايت، يعني احنا زي ما بناكل. انا باكل حاجه نظيفه يبقى جسمي بيبقى نظيف، باكل يعني حتى مع احترامي لحضرتك عندنا مثلا الصينيين بياكلوا القطط
واحنا هنا بناكل الارانب. الفرق هنا ايه؟ القطه لو حطيت لها اي حاجه بتاكلها، لحم فاسد اي حاجه بتاكلها، انما الارنب لا يتغذى الا على الاعشاب، الاثنين شكلوا بعض. فاذا الانسان زي ما بياكل، زي ما اكلت زي ما صحتي بتكون. فالاكل النظام الغذائي مهم جدا، يعني ممارسه الرياضه طبعا من ضمن الحاجات برضو الاساسيه، وحتى في مريض السكر بالذات بنقول ممارسه الرياضه سواء في الجيم او سواء بره، والتمشيه كل يوم نص ساعه في الهواء الطلق. ده الاساس، ده الاساس في علاج السكر. يعني انا لما كنت بره في احدى المستشفيات الكبرى، تمام، كاتبين كده لوحه كبيره على باب المستشفى او على باب مبنى العيادات، طريقه علاج السكر، الرياضه، بعد كده اكل والشرب، اخر حاجه الادويه. بس عايز اقول لك على حاجه، احنا كشعب او الشعب المصري عموما مناسباتنا كلها مرتبطه بالاكل، رمضان عندنا بالاكل، العيد الصغير، العيد الكبير، فصعب ان حضرتك تحكم المريض بنظام اكل معين الا لو هو نفسه عنده استعداد يا دكتور. ما انا اقول لحضرتك عشان كده فعلا السكر يعني انتشر بطريقه ومنتشر عندنا في مصر اكتر. منتشر هو حضرتك السكر من النمط الاول، وعندنا هنا نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول بيقول لك ايه بقى؟ النوع الاول ده او السكر من النوع الثاني ده مرض الاغنياء في الاقطار الفقيره، ده النوع الثاني، ومرض الفقراء في الاقطار الغنيه. ده بقى ثقافه الاكل هنا. الاقطار الغنيه اكلهم كله تيك اواي في المطاعم في الحفلات، بالتالي السكر بيتمكن منهم، وبعدين بيبقى سكر من النوع الاول وبقى سكر مزمن وبيحصل مضاعفات خطيره. ولكن نظرا للرعايه الطبيه العاليه في بعض الدول مثلا الغرب وامريكا، بتلاقي الانسان بيعيش ل 70 80 سنه بمضاعفات خطيره جدا. يعني انا شفت ناس عايشين هياكل بس عايشين، ولكن عندنا هنا في بعض الاقطار بشوف ان شاب ممكن يموت على 20 و30 سنه 40 سنه. ليه؟ لان مفيش متابعه، مفيش اهتمام، مفيش ثقافه الاكل انه يحرص، انه يروح للطبيب من وقت للتاني، انه حد يسال عليه. فيعني هي ثقافه الاكل هنا بتبقى مشكله كبيره جدا في مريض السكر. طب دكتور، برضو من ضمن الشائعات اللي بتتقال ان لازم مريض السكر كل فتره يغير دواه علشان الجسم بياخد على الدواء، هل الكلام ده صحيح؟ ده حقيقي. مريض السكر حضرتك زي ما كل انسان بيفصل هدومه او بيختار المقاس المناسب، مريض السكر نفس الكلام، بنفصل له الدواء، مفيش دواء ثابت، عندنا كذا دواء للسكر وكذا دواء للضغط، كل مريض وله دواء مناسب ليه، وبيجي على فتره اصبح الدواء ده مش مناسب ليه. على سبيل المثال لو انسان مثلا بياخد قراص للسكر وفضل ماشي على القراص كويس جدا جدا جدا، ولكن بدا بقى مع السن مع الاكل مع الشرب مع عدم ممارسه الرياضه بدا السكر يرتفع، بدا الخلايا اللي هي البيتا سيلز اللي هي بتطلع الانسولين بدات تضعف وتقل، نضطر نمشي على الانسولين، يقعد يكابر بقى يقول لك لا هشك، لا انا همشي على الاقراص، ما هو الدنيا كويسه، ما انا اهو عايش وماشي. ولكن لا، بيجي على لحظه القاتل بدم بارد يتمكن منه، جلطه صامته في القلب، سكته دماغيه بدون ما يضرب، يخش عمليه جراحيه لا قدر الله يروح فيها. فاذا السكر في هذه الحاله لازم لازم يتابع متابعه دوريه مع طبيب البطنه والسكر كل 6 اشهر، كل 3 اشهر ظهرت له اعراض ان شاء الله يروح كل شهر يحلل السكر. في مريض بقى بيجي يروح للدكتور عايز يضحك على الدكتور بقى، يروح صايم كويس ومنظم اكله حلو قوي ويقيس السكر، الاقيه مثلا السكر بتاعه 120 110، ما شاء الله سكرك حلو، اقول له خلاص كده يا دكتور ما غيرش العلاج بقى، اقول له لا يا حبيبي ده انت كده هعمل لك حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري، ده اللي يكشف لي بقى المريض ويكشف كذبه. ما هو طالما عارف انه جاي عند الطبيب بيحسن من وضعه ويبدا بقى ما ياكلش وبتاع وكده، لا اعمل له حاجه اسمها الهيموجلوبين التراكمي، الهيموجلوبين السكري اللي هو كل 3 اشهر اللي هو بعمر الكرات الدم الحمراء اللي هي 120 يوم، ده اللي يكشف بقى الانسان اللي جاي لي هل منتظم السكر بتاعه ولا لا، منتظم في اكله ولا لا. لو الهيموجلوبين السكري طلع اكتر من 7 وبيوصل ل 10 و11 اقول له لا ده انت سكرك مش منتظم، انت بتعك في الاكل، انت ما بتاخدش العلاج، انت ما بتعملش فحص دوري، في دهون عاليه عندك، في تحليل بول محتاجينه، تحلول بسيط، البول بسيط ده جدا الواحد بيكتشف انه حاجه كتير جدا. ياما اكتشفت حالات سكر كتير جدا عن طريق تحليل البول، اكتشفنا صديد واكتشفنا نسبه الصديد والالتهابات المتكرره بسبب السكر. فهنا الدواء لازم يتفصل. الاقراص برضه طلعت مجموعه كتيره جدا، مريض السكر من النوع الثاني اول حاجه بمشيه ايه؟ على الاكل والشرب والتمارين الرياضيه، بيقعد لي اسبوع اتنين تلاته بحلل السكر، لقيت السكر ما انتظمش، بمشيه على حاجه اسمها الميتفورمين. المادة ديت بيستخدموها في التخسيس، السيدات بالذات بيستخدموها في التخسيس، ولكن بنستخدمها كمان كعلاج أولي أو كحاجة أولية ريجيم أول في علاج السكري. ده دواء أصلاً يا دكتور؟ لا إقراص، إقراص في منها تركيزات 500 و850 و1000، مصرح آخد 2000 ملي جرام
اللي هو ممكن 4500 في اليوم. ده المريض السكر ولا المريض اللي هو عايز يخس؟ ده اللي عايز يخس ده موضوع تاني، بيخش عياده السمنه والنحافه. المريض السكر بقى اللي بيجي عندي بقول له، وللاسف بشوف ناس، احنا عندنا هنا مفيش وعي صحي خالص وفي فوضى. الواحد بيتخرج يروح فاتح عياده، على اول ما يجي له واحد سكره مثلا 180 ولا 200 هو بيروح له علاج للسكر. لا مش كده خالص. اللي بيجي بقى عندي من البدايه وبيكتشف السكر على ايديه وبيجري من البدايه، ببدا امشيه على حاجه اسمها الميتفورمين. الماده دي ماشيها 3 اسابيع، ماده طبيعيه ما بتشتغلش على البنكرياس ولا ترك الخليه بتاعته ولا ترك الجسم. بتعمل ايه الميتفورمين؟ اي سكر انا باكله الماده دي تمنع امتصاصه في الجسم. يبقى اذا اكن انا ما باكلش سكريات، مهما اكل مسكرات حتى ما هو الانسان مش هيمنع النشويات، الرز، المكرونه، العيش. حتى لو اكلت رز وبكميه الحداده ليا الطبيب ما تتحولش سكر داخل الجسم طالما انا اخدت الميتفورمين. 3 اسابيع انا ماشي على الميتفورمين. ها شوف بقى هنفصل له العلاج اهو، طب لقيته السكر بدا يعلى برضه وصل لفوق ال 200 و300، هخش بعد كده على حاجه اسمها الاورا هيبوغلايسيميك، اقراص بقى معينه تحفز لي الانسولين ده انه يطلع من البنكرياس. هو عنده الانسولين مش زي انا اقول ما عندوش انسولين خالص، مولود كده. ففي اقراص تخلي تنشط البنكرياس شويه يطلع لي هذا الانسولين اللي عنده، الانسولين شغال بنسبه 50 75%. ببدا اديله اقراص ديت جرعات متفاوته، قرص مثلا مع الريق مثلا، في انواع كتيره، في جبان كلامايد وجلاكيزايد وكلوروبروماميد، مجموعات كتيره جدا طلعت، وفي الجليبتينز ومجموعات حديثه طلعت، كلها ديت خطوط للعلاج قبل الانسولين. طيب لقينا السكر بدا يعلى ومش مستجيب المريض، ببدا ادخله على الفحوصات برضو اشوف الدهون عاليه. عندنا حاجه اسمها متلازمه الايض، ميتابوليك سندروم، دي ثلث سكان العالم تقريبا بيعانوا منها او عرضه ليها. ايه هي دي؟ عباره عن زياده في الوزن وخاصه في محيط الخصر. طبعا السمنه في الرجال بتتركز في، وده من كتر اكل السكريات برضه بتركز في البطن، السمنه في السيدات بتبقى في الارداف وفي الاكتاف. فاذا دايما الناس اللي عندهم سمنه في الكرش دايما بيبقى عرضه للسكر من النوع الثاني بسبب طبيعه اكلهم وشربهم، بياكل وكسول وبياكل زياده عن طاقته وكسول وما بيتحركش، اصبح السكر بتاعه بدا يعلى والدهون كلها اتخزنت في البطن والانسولين ما بيعرفش يشتغل. ما هو الانسولين ده هو المفتاح بتاع الخليه، تمام، بياخد الجلوكوز من الدم ويروح داخل بيه الخليه، يفتح الخليه ويدخله بيه. طيب عندي دلوقتي الانسان ده عمال ياكل ويشرب، اصبح في خليه دهنيه عكبت، خليه دهنيه كلها، اصبح الانسولين ما بيشتغلش، في مقاومه للانسولين اللي هو السكر من النوع الثاني. اشخاص زي المتلازمه دي خطيره جدا، بيبقى الانسان ده عنده محيط الخصر اللي هو المعدل كتله الجسم اكتر من 30، مع حاجتين من اللي هقول عليهم دول، يبقى معاه ارتفاع سكر الدم، معاه ارتفاع دهون الدم الترايجليسرايد، معاه ارتفاع الدهون انخفاض في الكوليسترول العالي الكثافه، تمام. لو اتنين من التلاته دول اجتمعوا تمام مع سكر عالي يبقى ده عنده حاجه اسمها متلازمه الايض. ده متلازمه خطيره جدا، لازم الانسان يصلح الحاجات دي ويتابع متابعه لطيفه مع الطبيب المختص، يعمل بقى فحوصات دوريه، رسم القلب والسكر صايم والعشوق والفاطر والهيموجلوبين التراكمي ووظائف كبد ووظائف كلى، في روتين انفستيجيشنز، تحاليل روتينيه المريض السكر لازم يعملها. بالاضافه الانسان السليم المفروض يعمل تحاليل روتينيه للكوليسترول مثلا. ايه الفحوصات الروتينيه اللي يعملها مريض السكر؟ لازم اعمل له رسم قلب، لان السكر ده حضرتك بيأثر على الاعصاب، بيأثر على الاوعيه الدمويه، فبالتالي بيخلي القلب انقباض، بيعمل حاجه اسمها كاردو مايوباثي، يخلي القلب انقباض وانبساطه ضعيف، وبالتالي يصاب بفشل في القلب. يعمل انسداد وضيق في الشرايين لانه بيسبب تصلب في الشرايين. ما السكر خطورته في ايه؟ بيسبب تصلب في الشرايين، وده السر في مضاعفاته الخطيره، والسر ان هو قاتل متسلسل. الشرايين دي بتغذي كل الاجهزه، طب عمل تصلب في الشرايين سبب سقطات قلبيه، جلطات في القلب، سكته قلبيه، تصلب في شرايين المخ نزيف او جلطات. فاذا السكر لما احنا بنعمل الفحوصات دي كلها بنتجنب فحوصات القلب. الكلى بيسبب فشل كلوي، لازم اشوف الكرياتينين. بعض الاحيان المريض بيجيلي في غيبوبه كبديه، غيبوبه كلويه، بيأثر على الكبد برضه، لازم نحلل برضه وظائف الكبد، لان الكبد ده هو الجلوكوستات. بنحلل البول بسيط، بنحلل دهون الدم، الدهون طبعا الكوليسترول مش لازم صايم، لو طلع عالي بحلله بقى صايم بعد كده الاتش دي ال والحاجات التانيه، التريجليسرايد لازم يبقى صايم 10 ساعات. فمهم قوي جدا مريض السكر العلاج يتفصل له، والفحوصات الدوريه وزياره الاطباء ذوي التخصصات المختلفه زي العيون وغيره كل 6 اشهر او كل سنه. طيب أنا عايز أسألك سؤال برضه يا دكتور، بما إن السكر لما بيجي للمريض ما بيخفش منه، مرض مزمن. نعم. سكر الحوامل يا دكتور برضه نعم. مرض مزمن ولا بعد الحمل؟ تمام حضرتك. هو إحنا عندنا هنا سكر الحوامل فيه مجموعتين، لو السكر جه في الفترة الأولى من الحمل اللي هي الفترة الـ 4 أشهر الأولين ونص تقريبًا، تمام؟ ده عادة بيبقى عندها سكر من البداية ومش واخدة بالها.
لو جاء في الفتره الثانيه بتاع الحمل مع عشان كده بيقولوا التحاليل الروتينيه مهمه، لازم السيده الحامل تحلل البول، تحلل السكر، وظائف كلى. طبعا اطباء النساء المفروض عارفين الحاجات ديت. لو جاء في الجزء الثاني من الحمل في الاشهر الاخير ده بيبقى سكر متصاحب مع الحمل بسبب هرمونات الحمل، الاستريس وهرمونات الحمل بتطلع. الست اللي هي حامل وجالها السكر ما ينفعش تاخد اقراص، بشوف بعض الاخطاء هي نادره بس بتحصل، لازم تاخد انسولين. بعد الحمل بقى بنتابع معها السكر، الظبط خلاص ما ظبطش بنبدا نتابع متابعه رفيقه، وممكن تبقى مريضه السكر مدى الحياه، وخاصه لو ظهر في الجزء الاولاني من الحمل. لكن مش شرط ان هو يكمل معاها لو لا. في الجزء الاخير ممكن لا مش شرط. تخف منه. ممكن ممكن آه. ممكن احتمال مهم احتمال كبير جدا لو هي حافظه على اكلها وشربها، لو احتطت من التهابات والحاجات دي كلها ممكن ان شاء الله تخف وما يرجع لهاش تاني، يبقى مصاحب للحمل. طب ليه مريض السكر دايما يا دكتور قبل ما يخش اي عمليه جراحيه لازم يلجا للطبيب المعالج للسكر عنده لدكتور البطنه؟ تمام يا حضرتك، عندنا حاجه اسمها الفيتنس اللياقه. اي مريض ياخد علاج فيروس مثلا يخش عمليه لازم يعدي علينا احنا كاطباء بطنه، احنا اللي نحدد له. حضرتك زي ما قلنا السكر ده قاتل بدم بارد، وممكن تقول عليه قاتل صامت، بس هو ضغط الدم معروف القاتل الصامت، قاتل متسلسل. المريض ما بيحسش باي اعراض، السكر بياثر على الاعصاب، بيعمل تخدير في الاعصاب. فيخش العمليه يقول لك ده انا سليم واتكلم وكويس، وسكره عالي والقلب فيه مشكله، بدات الشرايين تضعف، بدات وهو مش حاسس لان طبعا السكر بيخدر الاعصاب. فعاده لازم السكر بتاعكم مظبوط. طيب هل نظبطه له بقراص؟ لا، لازم نديله انسولين قبل العمليه، ولازم قبلها بفتره يكون السكر بتاعه مظبوط جدا. ليه بقى؟ عندنا في حاجه اسمها جلطه القلب الصامته. المريض ممكن يحصل له جلطه قلب صامته ما يحسش بيها. من ضمنهم مين؟ المرضى اللي هم عندهم سكر، المرضى اللي هم في العمليات. فاذا المريض اللي داخل عمليه لازم نشعل الانسولين، ولازم نظبط سكره كويس جدا، ولازم نصفي الفحوصات كلها بقى، نشوف الضغط، الضغط والسكر واجيين له عمله واحده، ولاد عم واجيين له عمله واحده، الاثنين بيأثروا على الشرايين. مريض اللي عنده سكر عالي بيحصل له تسرب عرضه للضغط، عشان كده دايما بنقول مريض السكر ضغطه ما يزيدش عن 130 على 85. ده النورمال. ده النورمال لمريض السكر، في حين الناس العاديين ممكن نخليه 140 90 150 90، ممكن نديهم براح شويه، انما مريض السكر لا، لازم سكره يكون 130 على 5 ما يزيدش عن كده، لان الاثنين لو اجتمعوا بعض مضاعفاتهم خطيره جدا، يدمروا الانسان في لحظه. فاذا المريض اللي دخل عندي العمليات لازم اخلي سكره، وبندي الانسولين على فكره يكون السكر لازم فوق ال 200، لو السكر نزل على 200 ما نديش الانسولين. مش لازم اخلي السكر بتاعه 100 عشان اخش عمليه، لا 150 170 180 تمام. بندي حاجه اسمها انسولين مائي حسب التحليل كل 6 ساعات، نظبط السكر ونقص له كل شويه لحد السكر بتاعه ما ينزل لتحت ال 200 او 200، يخش عمليات على هذا الاساس. عشان كده بنقول حتى الانسان اللي سكره اقل من 200 ما ياخدش انسولين، لانه يخش في غيبوبه انخفاض السكر، وانخفاض السكر اللي عنده كبد بقى وعنده نوع عليه ممكن سكر يوصل ل 10 و12 وهو ما يشخصش، زي ما شفت حالات الدكاتره ما شخصهاش والمريض اتوفى بسبب انخفاض السكر. انخفاض السكر خطير جدا، اخطر من ارتفاعه. ارتفاعه بيحصل له شويه جفاف. حتى في المعالجه لو لقيت العيان مش انا مش قادر احدد ده انخفاضه، او واحد قاعد في البيت مش قادر يحدد المريض بتاعه ده عنده انخفاض في السكر ولا ارتفاع، وبيتعالج من السكر، يعمل ايه؟ يديله شوكولاتايه، شويه سكر. لو السكر ارتفع عندي مش هيأثر عليه ولا قدر الله مش هيودي بحياته، انما السكر لو انخفض ممكن يودي بحياته في اللحظه اللي هو فيها. فاذا بالمناسبه لحضرتك السؤال اللي قلت لي انخفاضه وارتفاعه، لا الانخفاض لو شكيت ان المريض ده او شاك ان ده انخفاض وارتفاع ادي جلوكوز 5% حتى لا المريض نفسه لو هو في البيت او في بره في الشارع او كده مش هيعرف اذا كان سكره عالي ولا واطي، ياخد حاجه مسكره. دايما بنقول الناس اللي بيتعالجوا من السكر من اول بالذات يبقى معاهم كارت في جيبهم ان هم عندهم سكر. ليه؟ لان ممكن يخش في غيبوبه في لحظه واحده، كل خد انسولين وما كلش، خد انسولين وراح العمل، يخش في انخفاض سكر. ما هي من اسباب انخفاض السكر ايه؟ بتيجي للناس اللي هم بياخدوا انسولين معظمهم، انسولين قوي جدا مجرد بيشتغل لازم ياكل، اخد الانسولين لازم ياكل، بناخده قبل الاكل ولازم ناكل بعديها. طيب بيجي في بعض الاحيان للناس اللي بياخدوا قراص بس بتبقى نادره شويه، بيجي خاصه كبار السن عشان الكبد عندهم بعض الاحيان مش مظبوط بتاع، ولكن الانسان اللي بياخد انسولين لازم يبقى معاه كارت السكر بتاعه انخفض، ولازم يبقى معاه شوكولاته في جيبه او حاجه مسكره. لو عرق ولا حاسس انه مدروخ ومش مركز ما يجراش حاجه، لما ياخد حاجه مسكره هتحميه من الانخفاض، انما لو ارتفع 50 ولا 100 مش مشكله، يبدا يتابع مع الطبيب ويظبط له يعني انخفاض السكر اكثر خطوره من ارتفاعه. طبعا كتير كتير جدا، عشان كده بنقول دايما مريض السكر يتوقع الحذر واللي بياخدوا انسولين من انخفاض السكر، ودايما يبقى معاهم كارت لو هم مسافرين رايحين اماكن غريبه عليهم محدش يعرفهم، يبقى الكارت معاهم على اساس لو انخفض السكر يبقى الناس حواليه عارفين دوت، يدوا له اي حاجه كاسعافات اوليه لحد ما ينقل الى المستشفى. حتى المستشفى بنديله جلوكوز 25% نديله 200 سم بس،
علاجه سهل جدا، انخفاض السكر. ده انا حتى لما بيجي لي ما ادوش دوز الجلوكوز 25% كامله، بديله 200 سنتي بس، ونتابع السكر، نديها بعد كده فلاش اوف نورمال فاين، بديله بعد كده محلول ملحي عشان الوريد ما يتليفش. فعلاجه سهل جدا. ممكن لو سكره وصل ل 50 هتطلع عصاير كتيره يفوق ما يحتاجش، انما اللي يتحول عند المستشفى سكره 10 و12 دول لا، ده لازم اقعد عند واقيس السكر كل فتره، لان عرضه انه ياخد انسولين كتير والانسولين عمال يطلع ويسحب السكر من الجسم، فبقى قاعده عندي تقريبا ممكن يوم واتنين ما سيبوش. مش هقول له بقى انت سكرك ارتفع خلاص بعد ما كان 12 و15 روح، لا اقعده قصادي واخلي الجلوكوز 25% تحت الملاحظه معاه، كل ما وقفت كل فتره، كل ما الاقي هيدروخ ولا حاجه ولا سكره قليل اروح مزود الجلوكوز 25%. دكتور سعيد، اخطر انواع مرض السكر اللي هو اخر مرحله تقريبا اللي هو القدم السكري، مظبوط يا دكتور؟ ده حقيقي. ايه هو القدم السكري؟ القدم السكري حضرتك بيصيب مرضى السكر 50% عن الناس العاديين، ونسبته في مرضى السكر من 10 ل 15%. مرض القدم السكري زي ما قلنا حضرتك، السكر عاده بيأثر على الاوعيه الدمويه والاعصاب. طب الانسان اللي عنده سكر ومش منتظم، لو منتظم ما بيحسش بالمشاكل دي خالص. احنا قلنا بيحصل في كام؟ من 10 ل 15% من المرضى. طب الباقيين بقى ما بيحصلش في ال 10 15 دول مش ملتزمين في العلاج. السكر بيعمل تصلب في الاوعيه الدمويه، بيأثر على الاوعيه الدمويه بتاع الرجلين والقدم، وبالتالي يعمل فيها تصلب. تصلب يعني الدم ما بيوصلش اول الرجلين، وبيعمل تخدير في الاعصاب، بيأثر على الاعصاب برضه، بيعمل تلف للاعصاب. المريض بيبقى ماشي مش حاسس برجليه، ممكن يتخبط ما يحسش بيها، يتجرح ما يتحسش بيها. فبالتالي مرضى السكر طالما ما فيش دم واصل لرجليه، مناعته قليله، عرضه بقى للميكروبات، يجي له تقرحات، يجي له التهابات في الجلد، ما يحسش باي حاجه دي، ما يحسش بيهم. بيبقى هو ده قاتل ايه؟ متسلسل القاتل بدم بارد، مش صامت، هو ممكن يشوفها بس ما يحسش بيها. يعني بسميه قاتل بدم بارد، يمكن كان تعبير جديد ما حدش قاله قبل كده، ولكن فعلا بدم بارد. ليه؟ لان الانسان ممكن يمشي برجليه وفيها مشكله ما يحسش بيها لما يشوفها بعينيه. يبص يلاقي يروح البيت يلاقي على الشباك يلاقي في قرح، لون الجلد اتغير. فاذا القدم السكري موضوع كبير جدا. هو ده بيروح بعد كده تخصص الاوعيه الدمويه، جراح الاوعيه الدمويه، بيعمل له اشعه على شرايين الرجلين. ولكن كطبيب بطنه لما يجي لي لازم اقول له حافظ وعنايه على القدمين، في حذاء لمريض السكر، في شراب طبي لمريض السكر، اي تغير في لون الجلد لازم يرجع للطبيب بسرعه، لازم يعني يغسل رجليه من وقت للتاني، يشوف بين الاصابع الفطيات دي مشهوره جدا، اي تقرحات اي حاجات ظهرت برضه قص الاظافر بطريقه صحيحه، ولازم يتجه للطبيب بسرعه لو في اي تغيرات في الجلد او اي جروح ظهرت في رجليه، لان ياما ناس كتير حصل لها بات، ده جرح صغير في رجلين واهملوه، ده بنلاقي السوداد حصل كده، ده غرغرينا، بيخش في غرغرينا بات خلاص، الاوعيه الدمويه اتصلبت واتقفلت خلاص، مفيش دم واصل للرجلين بتر. فلازم المريض يبقى فيه عنايه للقدم السكري. نصيحه اخيره لكل مشاهدينا دلوقتي يا دكتور قبل ما نختم حلقتنا، ازاي يحافظوا سواء عندهم سكر او ما عندهمش سكر، يحموا نفسهم من مرض السكر ازاي يا دكتور؟ تمام حضرتك، طبعا ممارسه الرياضه، النشاط الرياضي، او نمنع الكسل، لازم نتحرك كل يوم نص ساعه في الهواء الطلق ساعه، نحافظ على الستايل بتاعنا، اكل والشرب بتاعنا، نشوف الحاجات الخطر اللي هي السموم البيضاء اربعه، الدهن، الملح، السكر، العيش الابيض، الاربعه دول في السم الابيض، لازم نتوقع الحظ ونبعد عنهم تماما، سواء الانسان العرضه او سواء الانسان مع تقدم السن او حتى في الشباب الصغيرين. فانصح كل انسان السكر ده موجود عند كل الناس، نتعايش معاه، واتبعنا النظام الغذائي السليم والمتابعه الدوريه عمره ما يعاني مضاعفات ابدا. عندنا ناس كتير بتتابع معايا ما شاء الله ماشيين كويس جدا بالمتابعه الدوريه، باخذ العلاج بانتظام، بممارسه الرياضه، بنظام غذائي المثالي، وبيعيشوا حياه عاديه جدا زيهم زي اي حد. دكتور سعيد نورتنا، وللاسف انتهت حلقتنا النهارده، ويا رب يكون الساده المشاهدين استفادوا من الحلقه يا دكتور. يخليك يا فندم. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منها، انتظرونا في حلقات قادمه واستاذ في الطب.